السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم اللي غنتعرفوا فيها على قواعد مهمة في اللغة الفرنسية يجب على كل متعلم لهذه اللغة معرفتها. فلنبدأ على بركة الله. فأولا إلى عندي une phrase أو جملة وفيها deux verbes، يعني verb تابع verb. فالقاعدة تقول quand deux verbes qui se suivent le deuxième se met à l'infinitif. يعني دائما فاش كيكونوا عندي دو فيرب كي سو سويف، يعني واحد تابع الاخر، تاني كيكون ا لانفينيتيف، يعني نون كونجوغي، ما نصرفش. نشوفوا دي زيكزامبل. جو فو بوار دو لو، جو فو بوار دو لو. فكنلاحظوا ان هاد الجمله فيها دو فيرب، لو فيرب فولوار اي لو فيرب بوار. فالفعل الاول صرفناه قلنا جو فو، والفعل الثاني بقى الانفينيتيف. دونك جو فو بوار دو لو، جو فو بوار، اريد ان اشرب الماء. مثال اخر، tu dois faire tes devoirs. tu dois faire tes devoirs. alors هنا عندنا دو فيرب، لو فيرب الاول هو لو فيرب devoir، و لو فيرب الثاني لو فيرب faire. فكنلاحظوا انه الفعل الاول صرفناه قلنا tu dois، والفعل الثاني بقى ا لانفينيتيف، يعني ما مصرفش. tu dois faire tes devoirs. هذه بالنسبه للقاعده الاولى، قلنا الا عندي دو فيرب الاول كنصرفوه الثاني كيبقى ا لانفينيتيف. القاعده الثانيه كتقول الا عندي بريبوزيشن تبعها فيرب، ان فيرب كي سوي اون بريبوزيشن، دونك لي بريبوزيشن اللي عندنا هما ا بور دو سون اي توجور ا لانفينيتيف، دائما كيكون الانفينيتيف. الا عندي فعل كيجي مورا وحده من هاد لي بريبوزيشن فكيكون الانفينيتيف. نشوفوا دي زيكزامبل باش تفهموا مزيان. جو سوي ا لا كويزين بور بريباري لو ديجوني. الوغ هنا قلنا بور اي اون بريبوزيشن، لو فيرب اللي كيجي من موراها كيكون الانفينيتيف، يعني ما مصرفش، نون كونجوغي. جو سوي ا لا كويزين بور بريباري le déjeuner. donc هنا بما انه عندي pour فلو فيرب كيكون ا لانفينيتيف ما كنصرفوش. اكزامبل ثاني، j'ai envie de pleurer. j'ai envie de pleurer. فبما انه عندي بريبوزيسيون دو فلو فيرب كيكون ا لانفينيتيف، de pleurer. j'ai envie de pleurer. d'accord. اكزامبل ثالث، il se met à pleuvoir. donc هنا عندي préposition a، donc le verbe غيكون à l'infinitif. pleuvoir، le verbe pleuvoir. اخر exemple، l'élève écrit la dictée sans commettre de faute. sans commettre، هنا عندي le verbe à l'infinitif لان قبل منه préposition sans. فقلنا الى عندي وحده من هاد لي préposition اللي هما pour، de، a، sans، le verbe كي سوي اللي كيكون تبعها كيكون دائما الانفينيتيف، يعني ما مصرفش، كيبقى الفيرب في حالته الطبيعيه. القاعده الثالثه، فإلا عندي بوكو دو جون و بوكو دو موند، فبوكو دو جون كيكون تبعها بلوريال او الجمع، بوكو دو جون كتبعها الجمع بلوريال، و بوكو دو موند كيتبعها السانغولير او المفرد. باش نفهمو مزيان شوفو دي زيكزامبل. Beaucoup de gens vont au travail le matin. Donc beaucoup de gens vont yadhabuna ila al-amal fi al-sabah. Amma ila andi beaucoup de monde fa ghanqul va yadhhabu ila al-amal kull sabah. D'accord. Donc beaucoup de gens kentbou liha daima le pluriel kitbaha le pluriel ou le jama', ou beaucoup de monde kitbaha singulier ou al mufrad. الان غنتعرفوا على او الا ا الابوستروف. فهذه ايضا قاعده مهمه يجب عليكم معرفتها. الوغ لا بريبوزيسيون ا peut être suivi de la et de الابوستروف، يعني عندي ا ممكن تكون تبعها لا، كنقولوا الا. مثلا je vais à la mosquée. je vais à la mosquée. كنقولوا ايضا je vais à l'école.
je vais à l'école يعني انا اذهب الى المسجد اذهب الى المدرسه دونك الا فاذا بغيت نقول ذهبت الى مكان ما وذاك المكان كان فيمينان يعني كنقول الا الا داكور مي ايل ني با سويفي دو لارتيكل لو او لي ولكن هاد ا ما عمر ما كيكون تبعها لو يعني ا لو او ا لي نيكزيست با ما عمر ما كنقولوا ا لو او ا لي ا لو ما كايناش نيكزيست با ما عمر ما كنقولوها اذا شنو كنقولوا فكنعوضوها ب او ا لو كترجع او او ا لي كترجع او كنضيفوا اكس نتاع البلوريال الجمع ما غاديش نقول جو في ا لو تياتر نو جو في او تياتر جو في او تياتر ا لو نيكزيست با ما كايناش داكور دونك جو في او تياتر وبالنسبه ايضا للبلوريال او الجمع ما كنقولش جو في الي مثلا جو في الي تواليت لا كنقول جو في او تواليت او تواليت داكور يعني ا ما عمر ما كنستعمل من موراها لو ما كنقولوش ا لو كنقولو او داكور باغ كونتر لا كنقولو كنقولو ا لا جو في à la mosquée je vais à l'école je vais à la maison fa il a بغيت نقول مشيت لشي مكان وداك المكان كان ماسكولين فما كنقولش à le non au ما كنقولش je vais à le parc لا je vais au parc نتمنى يكون واضح لكم والان مره نتعرفوا على الكتابه المختلفه نتاع le son f fa il y a deux manières d'écrire le son f avec la lettre f et avec les lettres ph هنا ما كاينه حتى شي قاعده اللي كتقول لي متى نكتب لو سون اف اف بوحدها ومتى نكتبو ب ph ما كايناش قاعده فقط كيخصنا نعرفو الكلمات اللي كنكتبوهم ب f والكلمات اللي كنكتبوهم ب ph مثلا الكلمات اللي كنكتبو ب f fenêtre نافذه 9 يعني رقم 9 fleur ورده enfant طفل faire le verbe faire يعني الفعل يقوم او يفعل بالنسبه ل ph اهم الكلمات اللي كنكتبو ph هما une phrase phrase téléphone photo pharmacie géographie éléphant alphabet يعني هنا فقط كيخصنا نعرفو الكلمات اللي كنكتبو ph والكلمات اللي كنكتبو f يعني ما كايناش قاعده اللي كتقول لنا امتى نكتبوها ب اف وامتى نكتبوها ب بي اش ان شاء الله في درس مقبل غنذكر لكم اهم الكلمات اللي كنكتبو ب بي اش باش تعرفوها وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه تعرفنا فيها على بعض القواعد المهمه في اللغه الفرنسيه ما تنساوش تشاركوا الدرس مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائده وجيم او لايك الفيديو فهذا كيشجعني باش نقدم لكم مزيد من الدروس ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله.